انطلقت الآن الجياد في شوطها الخامس على جائزة محمد بن حسين المعشوق يرحمه الله من أهل الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الشوط لجياد وأفراس الإنتاج السعودي عمر 4 سنوات فأكثر التي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات ويقام على مسافة 2000 متر. قيمة الجائزة 66,000 ريال وبمشاركة النخاوي والنجم الصاعق وجامعة والصل ومساعف وغرقد ومختصرة والمدجل وظبي الرفاع وجدل والمجد التليد وبعيد بعيد والعيون ديالة وعز الخوي والمزمجر والصدارة للنخاوي في المركز الأول يتابعه الصل في المركز الثاني وأيضا جامعة في المركز الثالث بالإضافة إلى محاولات بقية الجياد للتقدم. أرقد من الداخل الآن محاولات للتقدم بالإضافة إلى المزمجر والصدارة على ما يبدو كما تشاهدون الآن أصبحت يتم تبادلها فيما بين الجياد المتنافسة وغرقد وأيضا المزمجر من الخارج ومن ثم النخاوي في المركز الثالث بالإضافة إلى النجم الصاعق وأيضا لبقية الجياد في هذا الشوط مع اقتراب الجياد من المنعطف الأخير في هذه الأثناء مع تقدم النجم الصاعق للصدارة في المركز الأول. تأخذ الآن الجياد الطريق المستقيم باتجاه خط النهاية والصدارة للنجم الصاعق الوصفة لغرقد من الداخل ومتابع أيضا من مختصرة من الخارج في المركز الثاني بالإضافة إلى جدل دخول قوي ما شاء الله في هذه الأثناء والصدارة للنجم الصاعق في المركز الأول متابعة من جدل والنجم الصاعق يبتعد به كاميلو سبينا إلى خط النهاية معلن فوزه بالمركز الأول. ألف مبروك.